دلوقتي في 120 شاب من شباب الاحزاب المصريه موجودين علشان خاطر يلبوا دعوه السيد رئيس الجمهوريه، موجودين علشان يروحوا شرم الشيخ ويحضروا المؤتمر الوطني الاول للشباب بدعوه رئيس الجمهوريه علشان خاطر يناقشوا كل المشاكل اللي بتواجه الشباب. رايحين وهنتكلم بشكل واضح في القضايا الرئيسيه اللي بتهم المصريين، رايحين وبنتكلم عن الحريات، رايحين وبنتكلم عن الاقتصاد، رايحين وبنتكلم عن المشاركه السياسيه. النهارده بنحاول ناكد ان احنا عندنا حاجه نقدر نقدمها لبلدنا، يعني بنجتهد على قد ما نقدر بحدود الامكانيات المتاحه بتاعتنا ان احنا نقدم حاجه لبلدنا. اعتقد المؤتمر ده فرصه كبيره جدا لهذا الملتقي الكبير من الشباب، كل الاحزاب موجوده وكل الافكار المختلفه هتناقش. هذا المؤتمر اللي كان حقيقه مطروح له اجنده غايه في الطموح، واللي يرى الاجنده يدرك ان اللي كاتب الاجنده حد عليم فعلا بمشاكل البلد والمشاكل التحديديه اللي بتواجه فيها الشباب، وعنده النيه الحقيقيه فعلا شباب الاحزاب الموجوده المصريه تشارك في وضع حلول حقيقيه لده. هنشارك في عدد من الورش، هدفها في 23 محور، اهمهم محور الاقتصادي ومحور التنميه السياسيه والمشاركه السياسيه. فكره المحليات في الفتره اللي جايه وكيفيه المشاركه السياسيه فيها، وازاي ان الشباب مش بس تاخد 25%، ازاي ان هي تاخد نسبه اكبر، حتى يكلل 2016 يصبح عام الشباب بشكل حقيقي.